السلام عليكم. موعد وتوقيت مباراة فريق شبيبات القبائل وفريق اتحاد الجزائر في الجولة الثامنة من الدوري الجزائري. والقنوات الناقلة لهذه المباراة: يحتل فريق اتحاد الجزائر المركز الثاني في ترتيب الدوري الجزائري برصيد 12 نقطة، متفوقا على فريق شبيبات القبائل من حيث فارق عدد الأهداف المسجلة الذي حل في المركز الثالث برصيد 12 نقطة أيضا. وسيقابل اتحاد الجزائر شبيبة القبائل في الجولة الثامنة من الدوري الجزائري يوم السبت 9 نوفمبر 2024 على ملعب حسين ايت احمد في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية ان شاء الله. ومن المتوقع نقل هذه المباراة على قناة الجزائرية 6.